صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه اليوم قرارا بتكليف مستشار سموه للقيام بمهام إدارة الشؤون الأمنية المتعلقة بسموه. جاء في المادة الأولى من القرار رقم 9 لسنة 2020 يكلف مستشارنا الشيخ خليفة بن راشد الخليفة بالقيام بمهام إدارة الشؤون الأمنية المتعلقة بنا.